بهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي الكاتب والمحلل السياسي محمد الصوافي. نرحب بك في نشرة الثامنة ونهنئكم بهذه المناسبة الوطنية. يعني كيف تصف السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه يعني مختلف القضايا الإقليمية منها والدولية أيضا؟ أول شيء حاب أن أشكركم على الاستضافة وأشكركم كذلك على التهنئة وعيد الاتحاد الإمارات هو عيد الجميع كل أبناء الخليج. نعم. عزيزتي بالنسبة للدبلوماسية الإماراتية اللي نحن نحتفل الآن على مرور 52 عاما على تأسيس دولة الاتحاد، بلا شك أن من المهم أن نتذكر أن هذه الدبلوماسية نشطة على المستوى الإقليمي والدولي كذلك، وأن هي يعني أحد أدوات خدمة الأهداف الوطنية لدولة الإمارات التي تركز على الإنسان بشكل عام، سواء كان هذا الإنسان الإماراتي أو المواطن أو المقيم، فكل يعني ما يحمل صفة الإنسانية فالإمارات تعطيه أولوية بشكل خاص. الدبلوماسية كانت الدبلوماسية الإماراتية على مدى هذه كل السنين كانت وفية للقيم الثقافية الإماراتية التي ذكرتوها كذلك في تقريركم، واللي يعني أهم قيمها التسامح والتعايش وكذلك بناء جسور التواصل مع جميع الدول في العالم وفق اتباع سياسات قائمة على الشراكة الاستراتيجية اللي تعمل على عملية كذلك الانفتاح لكل الثقافات، ثقافات سواء كانت ثقافة دينية أو كذلك ثقافات الإنسانية الأخرى، وكذلك التفاعل مع القضايا الإنسانية بشكل كامل. فالدبلوماسية الإماراتية قائمة على أن تكون هي دبلوماسية إنسانية. أعتقد الآن نحن نستضيف واحدة من القضايا من أهم المؤتمرات التي تناقش قضايا الإنسان وهي قضية المناخ. نعم. عزيزتي من واقع المؤشرات اللي واضح نحن على أرض الواقع هذه 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 الدبلوماسية هي تمثل رؤية القيادة الإماراتية منذ تأسيس الدولة في عهد الشيخ زايد ومرورا الشيخ خليفة، والآن نحن في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. فهذه الدبلوماسية الإماراتية اللي هي أساسها يعني تأسيس رسالة إنسانية تسمح للجميع بالعيش المشترك. نعم، كل الشكر لك. كنت معنا من أبوظبي الكاتب والمحلل السياسي محمد الصوافي.